بدي أقول شي. وكمان إلك عين تحكي يا سافيتري؟ من بعد ما بنتك لاكشمي كذبت على الكل؟ بنتك خانت عيلة جاروديا، وغلطة لاكشمي هاي غلطة كبيرة. سمعت عيلة جاروديا صارت بالأرض من تحت راس بنتك يا ست سافيتري. اسمعيني منيح، أنا بنتي ما غلطت أبداً. عن جد أنا مستغربة موقفك، بعد كل شي عملته بنت حضرتك بتردي بتقولي بنتي ما غلطت ولا شي؟ عم تقولي بنتي ما غلطت وما عملت شي وفضحتنا قدام الناس؟ إذا لسه في شي تفضلوا احكوا هلا قدام الكل. اسمعني، زواجهم لساتيا كانت ولاكشمي مزيف، وصدقني كان الغرض من هذا الزواج المزيف فضح بافيشيا قدام الناس كلياتهم. وبهالطريقة منحقق العدالة لبنتنا سارفاتي. صدقني إنه الغاية الوحيدة من هذا الزواج هو إنه نوصل المجرم للسجن، المجرم يلي دمر حياة سارفاتي. بترجاك صدقني لو ما عملوا هالخطوة هي لضلت سارفاتي عم تعاني من زوجة طول حياتها. بابا حبيبي، سامحني بابا، ما كنت بعرف إنه قراري رح يجرحك ويأذيك لهالدرجة. بترجاك تسامحني بابا. بابا الله يخليك تصدقني. بابا نحن تزوجنا بس مشان ننتقم لأختي سارفاتي من الشي اللي سواه فيها بافيشيا. بابا نحن ما قصدنا نكذب أو نخبي على حدا أبداً، صدقني. بابا حبيبي، بابا بسبب الشغلات السيئة والبشعة اللي عملها بافيشيا ما بتتخيل شو اللي صار بأختي سارفاتي. وقتها أي واحد مكاني كان رح يعمل نفس اللي أنا عملته. المسكينة سارفاتي كانت خايفة كتير وما حدا عم يحس فيها. يا بابا هي ما قدرت تواجه لحالها كل هاللقم والبشاعة، وشفتها كيف كانت عم بتموت من الحزن من دون ما حدا يحس فيها. ما قدرت ما أعمل لها شي، ما قدرت. لهيك وقتها كان من الضروري إني أعمل شي لحتى أخلصها. هذا هو السبب الوحيد من زواجنا المزيف أنا وساتيا كانت يا بابا. أنا قلت لك الحقيقة كاملة. بتمنى أنك تسامحني وترضى علي. سامحني بابا. أنا قلبي مصدق حبيبتي لاكشمي. وبقدر أفهم إنه هي هي وسيلتك الوحيدة لتحقيق العدالة لسارفاتي. إذا الكذبة بدها ترجع السعادة لحياة بنتي فقلبي مو صعب يسامحها. وأنا رح أقول قدامكم كلكم إنه أنا مسامحها. ساتيا كانت، تفضل. ساتيا كانت لاكشمي،
بنتي انتو بهذيك الفترة قضيتوا وقت مع بعضكم، والواضح انكم صرتوا متفاهمين. وأكيد صار في مشاعر حب بيناتكم، وهلأ إجا الوقت المناسب لنختار لعلاقتكم شي اسم معين. بس نحن هلأ ما منقدر لحتى تتزوجوا بالأول، ها؟ طلعت بكفالة. شو؟ شرف. بس أنا مجرم والمكان اللي بستاهله هو الحبس. أنا ما بستاهل أطلع. أنت ما فيك تخبي الحقيقة بالكذب لفترة طويلة أبداً يا سراج، لأنه الحقيقة بدها تظهر. نقلت إيه ونقلت لأ. اسمع يا ابني، أنا بعرف منيح أنك بريء وما ارتكبت أي جرم. المجرم الحقيقي هو هلأ عم يتعاقب بالسجن. عمي عم يحكي الحقيقة. يلا اشربي. يلا. هذا كتير مفيد لك. يلا اشربي. سارفاتي؟ نعم. استني. اسمعيني، من هون ورايح شو ما بقلك بدك تنفذيه. وكل شي أنا بعمله لجيب الطفل بصحة منيحة أنت لازم تعملي، لأنه اتنيناتنا حوامل. اسمعي كلمتي، أنت لازم تديري بالك على حالك كتير منيح. طيب ليش عم تحكي هيك؟ شوفي، أول شي بنصحك أنه تقري كتاب جوفين ستروتم. بتعرفي ليش؟ مشان تجيبي صبي. ما بيفيدك غير الصبي. اسمعيني. شو اسمعك؟ عمتي ليكي، أنا ما بيهمني أبداً إذا جبت صبي ولا بنت. أنا بدي طفل معافى، بس ما بدي أكتر من هيك. صحيح أنه الصبي بيحمل اسم العيلة، بس البنت كمان كتير حنونة. أي حنونة. شكل سارفاتي رح تعلم كنتي. إذا تأثرت هالكي بحكيا ما رح تحقق لي حلمي وتجيب لي الصبي. هالكي تعي عدي بنتي. اسمعي ليكي، شو بدي أقول؟ سارفاتي بتفكر مثل ما بدها، بس المهم أنت ما تغيري رأيك. أنا بدي صبي مو بنت. شو ما سمعتي حكي، خلي ببالك هالفكرة هاي. الصبي بيحمل نسبنا، ها؟ خدي كلي هاي. حماتي لك كلي. خلص لازم تاكليها. خلصينا. كليها. شربي. وهي كمان. سراج انت لوين رايح؟ بابا أنا لازم سافر فورا، لأني حابب أني أعيش لحالي. ليش أنت بدك تعذب حالك وتعذبنا معك؟ أنا مسامحك، لا تتركنا وتروح.
أنا غلطت وأنت تعاقبت على جرم ما ارتكبته، لهيك أنا خجلان وضميري واجاني. وإذا سافرت صدقني إنك رح تجرحني كتير ورح أندم طول عمري. بترجاك يا ابني تعيد النظر بقرارك. أرجوك يا ابني لا تحملني ذنب وخليك هون. لا مو هيك القصة يا بابا، صدقني مو أنت السبب، عندي ظروف ولازم سافر. أنا خلاص ما بقي لي شي هون، قلت لكم بدي روح وخلاص لازم أبدأ حياتي من أول وجديد. لا يا ابني أنت ما خسرت شي، بس يا ابني إذا سافرت رح تخسر كتير ورح أخسر إنسان أمين ساند عيلتي وأنا ما تفهمته أبدا. ليك يا ابني إذا أنت سافرت بتكون ما سامحتني أبدا وبتكون عم تأكد لي بأنه أنا صاحب الذنب اللي صار. يا ابني لآخر مرة رح أقولها، لا تسافر إلا إذا كان في فكرك شي تاني. بابا صدقني إنه مو هيك القصة. لكان شو القصة ابني؟ شو القصة قول؟ يا سراج عمي معه حق، خليك هون ما في داعي للسفر. إذا أنت سافرت أنا رح أخسر أعز أصدقائي. سراج إذا هيك بدكم أنا خلاص رح ضل معكم هون. بتعرفي شو أول شغلة حابب أعملها؟ بدي زوج لاكشمي وساتيا كانت بسرعة. لو ما صار بيننا كل هاي المشاكل لكانوا حاليا متزوجين، بس للأسف أنا وقفت بوشهم وقتها وكنت مفكر إنه ساتيا كانت مثل أخو بافيشيا رح يسيء لبنت التانية وإزيها مثل ما ساوى أخوه، بس أنا هلأ اتأكدت وارتاح بالي لأني عرفت أنه مو مثل أخوه، لا بيشبهه أبداً. مينكا؟ أنا كنت عم فكر بشغلي، بلكي منجيب المحترم لحتى يحدد موعد منيح لزواج لاكشمي وساتيا كانت، فشو قولتك؟ وليش هلأ عم تخبرني؟ نعم؟ ما فهمت شو قصدك من هالحكي بقى؟ ما قصدت، وبالنسبة إلك أنا غلطاني دائما وأنا أكبر عدوي لبنات هالبيت، وكل قرار اتخذته كرمالهم كان غلط، وهلأ جاي لعندي وعم تسألني ليش وشو صار؟ كل شي كنت عم تفكر فيه كنت تنفذه، وكيف ما كنت أتصرف بكون بنظرك ونظر بناتك غلطاني. مزبوط كلامي ولا لا؟ أنا ما غلطت بحياتي، وكل الوقت عم فكر إنه أنا مو غلطانة. إذا أنت عن جد مفكرة إني بعمري ما ساندتك بقراراتك وكنت معك بتنفيذها مشان مصلحتها العيلة، فبتكوني غلطانة كتير يا مينكا، لأنه أصلاً كل شي تنفذ بها العيلة من قرارات مهمة كنت أخذ رأيك فيها، وأنا شايف إنه قراري بهالزواج مثالي، والأهم من هيك إنه بالنسبة لحياة بناتي لاكشمي وسارفاتي هذا الخيار هو الأنسب. وقبل ما أخذ هالقرار كنت عم فكر بكل شي منيح أو سيء من وراه، وما إجا عن عبس نهائيا. من واجبي إني أدعم قرارات بناتي الصحيحة، لأنه بنظري هن ما عملوا غلط ولا عيب، بس مستغرب من طريقة تفكيرك يا مينكا. هلأ الجيل الصغير بهذا البيت كبر وصار مسؤول عن تصرفاته وفهمان، ويمكن صار بيفكر أحسن مني ومني. الظاهر نحن غلب علينا اللؤم والأسوي مع أولادنا، واللي بيزعل أكتر شيء إنه الكبار نسيوا مصلحة هالعيلة وتجاهلوا إنه الولاد إلو حقوق ومستقبل لازم يختاروه بدون أي ضغط. تفضلي.
استنى، فضل نبقى لوحدنا أنا والمريض شوي. تكرمي. صباح الخير، اللي كيفك اليوم؟ مين أنتي؟ مين بعتك لهون؟ إيه بس بالأول رد السلام علي قبل ما تعرف مين اللي بعتني لهون. مع إنك ما خبرتني كيفك اليوم، بس أنا رح أعرفك على حالي مو مشكلة. أنا دكتورة، دكتورة بريتي. ممكن إيدي لو سمحت؟ ممكن؟ بريتي أنا بحبك، رحتي وتركتيني وهلأ ما رح خليكي تروحي، رح تضلي مع حبيبك لآخر العمر ونكمل حياتنا الحلوة أنا وياك. أنا بحبك بريتي وما رح خليكي تروحي أبدا. أنا مو حبيبتك صدقني، قلت لك أنا مو حبيبتك، بعد عني، تركني تركني لو سمحت، بعد عني عم قلك. بحبك بريتي، بعد عني، ساعدوني لو سمحتوا. ايه بعدوا عني، هاي حبيبتي لالي وما رح خليها تروح. اتركوني، لا تخلوها تبعد عني. مجنون مجنون. بريتي يلا اطلعي بسرعه. سيدي الضابط احكي، شوفي هذا السجين مانو طبيعي، مانو طبيعي، مكانه مو هون ابدا، ما لازم يضل هون. مو انتو اهله لهالسجين هاد؟ ابنكن حالته هيك بسببكن انتو، ما انتبهتوا على حالته هي من قبل؟ معقول لو انكم بعتوا على مستشفى للامراض العقليه صدقوني ما كانت وصلت حالته لهالدرجه هي كلها. يلا بريتي لا تروحي، بريتي بريتي لا تتركيني لحالي، بريتي بريتي روح بترجاكي، بريتي ارجعي لعندي، انا ما فيني اعيش من دونك، لا تتركي حبيبك. كل هذا بسببكم انتو، بترجاكي ما تروحي وتتركيني، لا تتركيني مشان الله. اتركوني بعدوا عني، يلا اطلع اطلع، لك اتركوني يلا تحرك لشوف، تحرك. هدي خلص خلص خلص، انت احسن لك. ها العمى، you
شوف شوفي خليه مرقنا. خلصنا. شوف من جهتك وانا رح شوف من هون. ماشي. لك يلا بعد خلصنا. بعد عن الطريق. طول بالك. بعد. يا بني آدم. يلا عطلتنا. لك أخي اطلع على اليسار ومشي شبك. يلا بعد بعد. خلاص فهمنا. لك يلا يلا العمى وين راح؟ هرب. سكو بسرعة. أمي؟ تيتي؟ تفضلي حبيبتي سكيبي. إيه؟ شكراً. ما تعدي تاكلي؟ سافيتري، ما في داعي تقدمي الأكل لحدا. روحي عدي محلك، كلمتلك مثلنا. روحي. طيب. انتو ناطرين حدا شي؟ يا عم منهور افتح الباب. حاضر سيدي. لوين داخل؟ اطلع لبرا. اطلع لبرا. لوين جاي؟ عم بقول لك اطلع لبرا. اطلع لبرا. ليش هيك عم تدفش؟ بابيشيا. بابيشيا. قدرت تفاجئك ما؟ ها؟ شو رأيك؟ تركني مافيشيا. مفكرة انه رح اتركك مبسوطة لحالك؟ مستحيل. انا رجعت لهون لحتى نتحاسب. امشي قدامي وليه؟ كيف إلك عين تدخل على بيتي بهالطريقة الوقحة وتمد إيدك على بنتي يا حقير؟ إذا بنتي أو الولد اللي ببطنا صار لهم شي رح سود لك عيشتك، رح ربي القرود فيك ولك. كيف طلعت من الحبس يا مجرم؟ نزل إيدك أحسن لك. أنا ما بتهدد من حدا مثلك فهمان؟ إيه؟ بعيد عن طريقي أحسن لك. أنا بس بدي اياها تجي معي. هسموك خبر الشرطة فورا. على مهلك انتبه. بابا بابا بابا
عم تهددني ولا؟ ماما أخي ماما رح اتصل بالشرطة فورا. ما فيش يا بعد ايدك عنه رح تخنه. بعد عنه عمل لك بعد ايدك عنه. عم تمد ايدك علي. ما فيش يا والله لحتى خليك تندم. بابا ما فيش يا بعد ايدك عنه. لك بعد عنه بعد عنه بابا بعد عنه بابا بعد. هي ولك انت عم بتمد ايدك على ابي يا كلب. ايه والله لاكسر لك ايدك. يوراش عم تضرب ابي قدامي؟ لك انا فرجيك بعد عني بابا ركو. خليني موته. بعد ايدك عني ولا اذا بتقرب مره ثانيه بدي اكسر لك ايدك. بكفي يوراش. انت مين مفكر حالك؟ ها حاجتك كذب يوراش. حاجي يعني انت عامل حالك احسن مني؟ لك انا بعرف كل اسرارك. اذا بتوقف بوشي رح احكي كل شي عنك. واكشف سر مرتك هي اللي عامله حالها شريفه عليكم. اسرار؟ عن اي اسرار عم تحكي؟ قول. شلون شكل اليوم رح اكر مزاج كل واحد بهالعيله السعيده والحلوه. اسمع عمي انا رح خبرك حقيقه ابنك كلها اليوم ورح يطير عقلك وكل واحد بهالبيت رح يتفاجأ. كنتك اللي واقف هنيك انت بتعرف مين بتكون؟ فاتت على هالبيت على اساس انها مرت ابنك الوحيد. بتعرف حقيقتها هي اللي واقف هنيك؟ انت ما بتعرف ما بتعرف شيء. بس انا رح خبرك هاي البنت اللي هون ما انا اميره وابدا ما اجت من قصر ملكي وهي مشان شويه مصاري ترقص قدام الزلم الاغنياء اللي معه مصاري وبينادي ليلي. والله انا كان لازم احكي لكم من زمان. انا ليش ما حكيت؟ والله ما قدرت احكي. شو كانكم مو مصدقين هالبنت هي مالها اميره جايه من قصر. بالحقيقه هي البنت اللي قدامكم هي بنت رخيصه يعني هي بنت ليل. شوفوا ابنكم الوحيد على هالبنت اللي اختارت تكون مرته. تصور انه مرت ابنك انت هي بنت هوا بترقص بالكباريه بترقص مشان المصاري. كنتك انت بترقص مشان المصاري وبتتخلوا قدام الرجال. سلام. سلا يلا سلا. بكفي خلاص ولا ابي هذا الشخص مجنون. بابا هذا الزلمة عم بيكذب علينا. هذا واحد مجنون اصحكن حدا يصدقه. هذا واحد مجنون ما فيكن تثقوا بحكيه ابدا. عم بينادي لسارفاتي بريتي لا وكمان مفكرها المرحومة بريتي. واليوم البافيترا بترقص بكباريه. لا وشو بكرة بيقول انه الماما عم تشحد بالشارع وبعدها يمكن يقول انه انت قتلت شي حدا بالشارع. ولك هذا واحد غبي ومجنون يا ابي لا تصدقوا كلامه. بكرة بيطالع براسه كتير قصص تانية يا بابا. لك انت امتى بدك تبطل الكذب؟ انا فيني اثبت للكل انها بتشتغل رقاصة وبنت ليل كمان. فيك تسألها. <تصفيق>
يا بابا ليه كيف عم يتضحك؟ شوف بابا انت لاحظت مجنون. مراش هذا الحقير زودها وخبص كتير، بترجاك تخلي هالمجنون ينقلع برات البيت. خلص بكفي، كل اللي واقفين قدامك مجانين. هي وهداك كمان وهديك وهاد كمان، وصدقني انك انت كمان اكبر مجنون بهالعيلة، وابنك كذاب وعم يضحك عليك. كنتك رقاصة وانت اللي قبلتها بهذا البيت، انت اللي قبلتها، وابنك رح يضحك عليك وياخذ مصاريك. يوراش خلص علي لهالحقير. يوراش انتبه. لا بابا، لا يوراش، بابا امشي من عندك. اضربوا يا ابني اضربوا، خليه يتربى. لك لا 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 خال، لك هلا بنبتلي فيه، خلص طول بالك. علمه كيف يتعامل معنا. لا ترحمه، هاي طريقة بدي ربيه. خذ بالك، اجت الشرطة. خلص اجت الشرطة، بكفي. بابا انا اللي بدي ربيه. بس ايدك بس يوراش، ايدك. لا ابني اتركه بلا ما اغضب عليك. عم تتقوى علي؟ انا فرجيكم، راح ارجع فرجيكم. بدور خلص حاسبوا لهالمجنون. بدي اتركه واحد بلا عقل. الظاهر انه صار مجنون على الاخر، الشرطة بتحاسب. والله لورجيكم، بس خلص راح ورجيكم. بدو من هون بسرعه حضرت الطابه. راجع عيلتكم كلكم، بدو راجع عيلتكم. عملكم خدوه، خلص بعدوا عني، ما حدا يمسكني، بدي اقتلهم كلهم. يلا امشي امشي، هدي حالك يوراش. خلاص بابا، بابا انت منيح؟ بافيترا، يوراش ما في شي هاني كتير، وقال عني اني رقاصة كباريهات. بافيترا ممكن لا تحكي مثل المجانين؟ هاد واحد مجنون وعم بيهلوس. بافيترا لا تردي عليه لهالمجنون. يوراش معه حق يا بافيترا. أنا آسفة كتير، بعتذر منك عن كل شي صار من بافيشيا. لهيك يوراج معه حق بافيترا، لا تتحسسي وتفكري بكلام هالمجنون. كلنا منعرف يا بنتي إنه واحد كذاب وفي شي بعقله. لا تردي على كلامه أبداً بافيترا، اطمني ولا تزعلي، ما حدا بالعيلة يا بنتي سمع له وفكر بكلامه، أو حتى يمكن صدق شي كلمة واحدة من اللي قالوا عنك. مستحيل يصدقوا، قلتلك يا بنتي إنه واحد كذاب. لهيك يا بنتي لا تقلقي ولا تخافي من كلامه. بس يا أمي، ستي وأبي والباقيين كمان شو رح يقولوا عني هلأ؟ كيف بدي أقدر واجههم؟ ما بعرف. بافيترا ما في داعي تحسي بالإهانة قدام أي فرد من هاي العيلة من ورا حكي واحد مجنون مو عيان على شيء. نحن وثقنا فيكي بالأساس ورح نضل واثقين، حتى لو بافيشي أو غيره حكى عنك هيك كلام تافه ما رح يأثر على نظرتنا إليك بأي شكل.
انت كنت عيلة جاروديا وبنتنا، وشرفك هو شرفنا. ما تهتمي ابدا لهالعلاك، ارتاحي وروقي. ماشي يلا مينكا. بافيترا خلص يا بنتي، حاجتك بكي. منيح هالمرة مرقت على خير. لا تخافي أبدا حبيبتي، لا تبكي يا بنتي. قولولي شوفي، ليش كلكن متجمعين حوالي هلا سارفاتي؟ أمي أنا كتير خايفة. أمي صدقيني إذا قال بافيشيا أنه رح يرجع، يعني هو رح يرجع لأكيد. ماما أنا كتير خايفة. بنتي لا تخافي، بترجاكي. أنتي لا تاكلي هم شي، نحن كلياتنا معك. صدقيني ما رح يرجع. إيه سارفاتي صدقيني، نحن يا بنتي كلنا معك. بترجاكي لا تاكلي هم. والله هلأ لحتى حسينا فيكي يا سارفاتي. كلياتنا حسينا بالخوف مثلك بالضبط يا أختي. بس يا جماعة فكروا كيف هالمسكينة عم تعيش هالوقت الصعب مع هذا المجنون زوجها. معك حق، وأنا كمان خايفة عليها من الوقت اللي قضيته معه ومن نتائج حملة بولده منه كمان. أصلاً أكتر شيء أنا خايفة منه هلأ أنه يقوم يطلع الولد مجنون لأبو بافيشيا. قولي على قلبي إذا هيك. لا تردي حبيبتي. لا تخافي. صباح الخير حماتي. حماتي قلت لك صباح الخير. أهلين بنتي، صباح النور. أمي شكلك كتير قلقانة، خير إن شاء الله؟ في شي لا سمح الله؟ أنتي عم بتفكري إنه بده يصير شي بسارفاتي؟ أنتي دائماً يا بنتي بتقري أفكاري. أنا كنتك، أنا بحبك كتير وبحس فيكي أكتر من غيري. وصدقيني أنا ما بحب أني شوفك زعلانة هيك. كنت عم فكر كيف بدنا نلاقي شاب لنزوج سارفاتي. صدقيني حاسة أنه هالشي هو أقل شي ممكن أعمله مشان ريحك، لأنه أنت يا أمي ما بتستاهلي الشي اللي عملته سارفاتي بهالعيلة. صدقيني أمي. يلا يا بنتي عادي. صباح الخير أمي. صباح الخير. صباح الخير والهنا. قررت شو بدي أعمل ولشوف حماتي كيف بدها تلعب لعبتها. ريحة الأكل طيب كتير يا سافيتري. مو أنا اللي حضرته، بافيترا حضرته. عن جد؟ البنت الشاطرة بتعمل كل شي بنفسها، مو منك؟ ايه ماما.
كنتي بتشتغل كل شي بهذا البيت وكمان بتهتم بالكل. هي شاطرة مثلك. فيك شي يا مينكا؟ ايه أنا بدي أحكي مشان موضوع سارفاتي معكم. أنا كنت عم فكر إنه نتزوجها لشي شاب منيح مرة تانية. اسمعي أختي، بتمنى ما تزعلي مني، صدقيني هاي الحياة بتمر بسرعة، وكمان هاي الحياة بتكون مملة كتير من دون شريك ومتعبة، وكنت عم فكر كيف سارفاتي ممكن تقضي أيام عمرها لحالها. قلت لهيك لازم نلاقي لها زوج وشريك حياة منيح يقضي معها باقي عمرها، وهالشاب لازم يكون منيح كتير ويحبها لسارفاتي ويشاركها حياتها ويحميها من كل شي. بنتي مينكا، نحن كلنا واقفين معها. ايه يا أمي، هالحكي هلأ مزبوط، بس لأيمتى؟ قدامها لسارفاتي حياة طويلة كتير لتعيشها، ومين ضامن إنه نكون نحن معها بهالحياة؟ وأكيد نحن بس نموت سارفاتي رح تحتاج لرفيق وشريك حياتي شريك عمره. لهيك أنا متأكدة إنه سارفاتي تلاقي شاب يحبها ويتقبل ماضيها كله ويتقبل ابنها اللي جاي على الطريق. أمي، لازم نفكر عن جد نلاقي لها شاب منيح ونزوجها ونفرح فيها لسارفاتي. تيتا، خالتي معها حق باللي عم بتقوله، إنه أختي سارفاتي لازم تتزوج مرة تانية، وفي شاب ظريف بيقبل بماضي أختي وبابنها يلي جاي على الطريق، وهو بيحبها من قبل وبيعرف كل وضعها. سراج؟ ايه تيتا، نحن ما رح نلاقي أحسن من هيك شاب لأختي سارفاتي، هو أكيد رح يسعدها ويعوضها عن كل شيء ويعيشها بسعادة كمان. أنا بتمنى من كل قلبي إنه يكون سراج زوجة لأختي سارفاتي. أمي، أبي، نحن لازم نفكر بزواج أختي سارفاتي وسراج فورا. ماما، لاكشمي، بعرف إنكم عم تحكوا مشان زواجي من سراج، بس أنا ما بدي أحكي بشي، وبصراحة نفسيتي كتير تعبانة هلأ. بس يا أختي، لاكشمي، أنا أختي، أنا تعبت من كل هالحكي هاد. أمي، اسمعيني بنتي. أمي، أنا ما بقى فيني أفكر بالزواج، صدقوني أنا ما بقى بدي أتجوز مرة تانية. صعب كتير نتقبل وجود هالطفل، وخصوصي إذا كان بدون أب. هو عبء على بنتي، وسارفاتي مصرة ومتمسكة فيه، وأنا بالنهاية بتمنى السعادة لبنتي، ولو إني شايف بهالطفل بصراحة مشكلة كبيرة إلك. بس عفواً، أنت شو عم تقول بابا؟ أنا كل همي بحياتي إني أسعدها، طبعاً إذا قبلت إنه تتزوجني فأنا مستعد إني أعتني فيها هي وابنها، وبوعدك إني عوضها عن كل يوم سيء مر بحياتها. ما بتعرف يا ابني قديشك فرحتني بهالحكي وكبرت بعيني. لا ماما، سعادتي هي بوجودي مع ابني، انتو ليش ما عم تفهموا انه هو كل حياتي هلا وسعادتي كلها معه هو؟ انا رح كون امه وابوه بوقت واحد.
بنتي اسمعيني شوي، أنا متأكدة إنك رح تعطي ابنك كل السعادة، أنا متأكدة من هالشي، بس لازم يكون في أب موجود جنبه. ما فيك تضلي لحالك أبداً، الولد مثل ما هو بحاجة لأم، بحاجة لأب يوقف جنبه ويسانده. لهيك يا بنتي أنا هلأ أخذت قراري وما بقى بدي اسمع ولا كلمة،